ما هي صورة صورة هوية بنت محارب. مش علينا يا شمعون، شمعون علي اطلع بكسرك وبكسر المحل. لا 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 انا بطلع فيك على فكره، ما شفتوش. طب من اول يلا خلاص بس عيد 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 انا زيك لما يعصب اي ويسعد دينك. شمعون اكشن. دخلت وفهمت كل شيء ودكتور تقتلوني وحاطين مسدس براسي بس جروني بس لما ريت شو النظرة ليك مبوز. زوز 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 تعال بقى تعال بيا بس اصالك بدي اجي من الكاميرا. تعال هون يا زلمة انت واصلين وماخذيني وحاكين كل شيء وانت اهلا شو انا بدك اعمل بس. تعال يا زلمة امسكني انت من ايدي امسكني انت حط مسدس براسي انك ان انا قدامك كنت تشحطون الشحط طبيعي. اقعد جاهزين الكاميرا بتسجل. اقعد اقعد بس عليها خذ اللي كان واقف من هنا. تعال تعال كمان مره يلا اخر مره يلا نقعد يلا. لا اسمع بنضيفها تسجيل بس انت امشي لك شوي هيك لك تمشي في الشارع. يلا من يلا روحتين ده. روح لا لا تروحش روحش يلا يا مريم روح. كواليس الحلقة حطها كواليس صغيرة الكيك. تعرف ليش انا بشوف يا شمعون انفتح لك طاقة القدر وبالخليل. يلا روح مش روح يلا يلا مش الاخير يلا ارفع حتى صغيرة يلا منجد جاهز التسجيل.